السلام عليكم، جمعة مباركة على العراق والعراقيين. من خلالكم أوجه تحية لكل أخواني وأخواتي المتقاعدين العراقيين المدنيين وعسكريين في كل أرجاء العراق الحبيب. حقيقة يعني اليوم نتحدث عن موضوع جدا مهم. يؤسفنا أنه ما نسمع من أخبار عن طريق القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي أنه السيد رئيس الوزراء الحالي محمد الشياع السوداني التقى قبل أيام قليلة بمجموعة من النشطاء في بغداد والمحافظات، وهذا مثلا يعني شوفه طبيعية أنه التواصل مع أبناء الشعب العراقي والجمهور، ولكن يعز علينا أنه رغم كل الطلبات وكل الدعوات من قبل أصحاب الشبه البيضاء هم كبار السن المتقاعدين في وصولهم إلى على الأقل مجموعة ونخبة منهم إلى مكتب رئيس الوزراء يعني إيصال رسائلهم ومطالبهم القانونية والشرعية والدستورية إلى جناب الكريم، ولكن أبى أن يستقبل هذه النخبة الطيبة من أبناء الشعب العراقي إلى هم المتقاعدين. يعز علينا أنه يكون موقفه سلبي، رغم أنه كان هو عندما كان نائب كان واحدة من دعواته هي أنه دعم المتقاعدين ورفع المعاناة المتقاعدين وتعديل رواتب المتقاعدين وفق المواد القانونية المثبتة رسميا وفق قرارات مجلس النواب السابقة، ولكن للأسف الشديد اليوم رئيس الوزراء يمكث بعهده تجاه المتقاعدين، وهذه مثلمة على شخص الكريم. من خلال قناتكم الكريمة أوجه له رسالة أقول كون فعال ولا تكون قوال، وكبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أنت في موقع المسؤولية اليوم، عليك أن تنظر إلى كل أبناء الشعب العراقي بنظرة واحدة، لا تفرق بين أحد على أحد. أبناء هؤلاء المتقاعدين كانوا مدنيين وعسكريين بأمس الحاجة إلى تحقيق مطالبهم، وهي مطالب قانونية وشرعية. اليوم حتى المحكمة الإدارية أو محكمة القضاء الإداري إذا لم ينصف المتقاعدين، فمطلوب من جنابك الكريم أنه تنصف المتقاعدين، لأن أنت ابن العراق ومن هذا الشعب العراقي اللي عانى الأمرين إذا قبل 2003 وبعد 2003. وشكرا جزيلا الناشط المدني والمتقاعد الحالي فلاح البرزنجي. اليوم حقيقة من قناتكم هاي الكريمة ومن شارع المتنبي شارع الثقافة، ما أروح اليوم بدون مناشدات وبدون مطالبات وبدون حقوق، لأنه أنتم حقيقة كسياسيين وكطبقة سياسية من 2003 ولحد هذا اليوم، ها أنتم هدفكم ومساركم وما ترمون إليه هو استخفاف بالشعب العراقي، متجاهلين الشعب العراقي وخصوصا شريعة المتقاعدين. شرد أقول عليك الحكمك فشل، وين غيرتكم يا حكام الدجل؟ لا قصص تعرق علينا بعد، ما عندكم خجل. الله لا ينطي أمريكا، الله لا يوفق إيران بيوم جابتكم علينا فوق علتنا علل. انتو حكومة فشل، انتو حكومة دجل، ما بيكم اصلا زين. انتو حكومة فشل، انتو حكومة دجل، ما بيكم اصلا زين. انتو فرعون العصر بكتونا باسم الدين. منكم تبرع علي، منكم تبرع عمر، والحسين ثورة وشرف، منكم تبرع حسين. حكم الله العدل، بس مو حكم فرعون. مجعنا نريد ناكل يا إله الكون، شلة حرامية بينا ما يعرفون. منين نجيب ناس تغير لنا الحال؟ شعب عايش ذليل وراضي، شي يسوون؟ انهض اصحى، اقعد يا شعب طالت النوم عليك. لك أهل الكهف قعدة شنو ما تدرون؟ لك هذول بشاع أجرامهم مو عبر، كل أجرام بشاع أجرامهم مو عبر، كل أجرام من عمة عين الوقت خلاهم يحكمون، من عمة عين الوقت خلاهم يحكمون. شكرا لكم ولكل المتقاعدين، وإن شاء الله إن شاء الله هذا صوت المتقاعدين ها يبقى يراود هذه الطبقة السياسية الفساد الذين حكموا العراق والذين حققوا ساروا في العراق في نفق مظلم ونهايته مغلقة. هذه النهاية من أغلق أغلاق السياسيين الفشل الذين لا يعرفون ماذا يقدمون للمواطن العراقي اليوم. ألف الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكرة. احنا بالنسبة الناشد رئيس الوزراء المحترم على الاصباب مال الحنطة بالحوزة وبكل مكانات وبلد وكركوك عدة الأطنان ما مستلمين مبالغ من العام وظلت ما سوقوا السنة يعني ما وزارة الناشد وزارة الزراعة والناشد رئيس الوزراء أن ينطي حتى لا كمية من المبالغ ويسحب هاي الحنطة اللي هسه احنا حصرنا علينا الطحين، الطحين هسه يجينا مو صحيح زين ولو هسه شوية تغير هاي الحصة. نشكر الله ونشكر رئيس الوزراء المحترم، وأنا ما أريد واحد يغيرك على غير اتجاه، أكود الجرعة على هالجرة وأريد الأشياء المريودة من عندك قبل رأس السنة تطبقها، لأن إحنا ننتهي بالاحتفالات أو ننتهي بالشغلات اللي تحتاجها المواطنين، ويمكن ما راح ننفذ لا للرعاية ولا للتقاعد ولا لغير مكانات. أريدك هاي الناس الفقرة تنجزها أمام الله، لأن ورانا حساب وكتاب أمام الله. الإنسان ما يأخذ ويا ترى بس يأخذ الجبل الأبيض هاي اللي وذيك اللي وذاك تاني من يحطون الحجارة بحلقة الله يشبع. فهو عندنا يعني احترقت هاي لجنة التعويضات، احترقت حرقت المظاهرات وراحت الإضبارات مال الفلح، فدققوا لي على هاي. وانا اشكركم وبارك الله فيك يا شيعه السوداني، ولا تمشي بالناس المزيفين مثل علاء لا تمشي وياه زين. والله اكل مال هذا الشوارع اللي سواها مسلح ويوم انا ونزلت يعني الشراء ياخذ فلوس بالمبالغ الكثيره، وعنده مستشفيات يعني مال ولاده ما ينطوا للجده ما تعطي بيان للمواطن. ليش هسه هذا يظل كلك وهذا حرام علينا، ورا مدرسه ورا حساب، هذا بعد يوم ما يكبر يمكن السيطره تتحاسبه زين، ما يريد يطلع هيك وهيك. فهاي زمره علاء اللي بالنفط واللي بالكهرباء لا تعين، ممنوع تعين اي واحد، لو تعينها كلها لو ما تعين ما على وجهي لقلك. علاء ترى صعد براسي وراس غيري، اخذ معاملات للدائره والغيره وللرعايه صبطها وهزيتها وانا مكومها بالمكتب ماله، مسوي له مكتب عبالك رئيس وزراء صاير لي. فلا تطلع بطريقته، ظل بهيبتك ظل بشخصيتك، لا تهزك اي دوله لا تهزك اي بلد مزيف زين، ظل بهيبتك لا يغيرونك ذول النشالة الحكوميه اللي هو اللي تابعين للحكومه كلك. ما اعطيني اي مشروع سواه به خير زين، هاي شوارعنا متلوفه العامه يروح يسوي مال القرى الريفيه، القرى الريفيه ما عنده فلوس ما عنده شيء يقدر يكون نفسه بنفسه. فاني اشكركم واشكر قناتكم اللي هي مسؤوله على هاي المبادره، واشكركم واشكر جيتكم وضيفتكم علينا ومشكورين استاذ، وان شاء الله انتم رهن البلد ورهن الاشاره لهذا البلد وتعمير البلد، واشكركم. عاشت ايديك عبد الله واجد.